باستشهاد الشاب مصطفى أصلان يكون عدد شهداء الهجمة الاحتلالية المستمرة 7 شهداء، إلى جانب عشرات الجرحى ومئات المعتقلين وآلاف البيوت التي تم دهمها من قبل قوات الاحتلال. العدوان بأهدافه السياسية والميدانية وانعكاساته وتداعياته سنبدأ به هذه الحلقة من فلسطين هذا الأسبوع. ومن الطبيعي أن يكون لنا وقفة تحليلية مع إضراب المعتقلين الإداريين الذي تم تعليقه. ماذا حقق الإضراب وما هي دواعي التعليق، وهل كان من أهداف الهجمة الاحتلالية على الأراضي الفلسطينية التغطية على الإضراب؟ هذا إلى جانب تقاريرنا الأخرى التي تناولت مستجدات وتطورات منوعة. إلى العناوين. دوائر الاحتلال تعترف بأن الهجمة الأخيرة أخفقت في تحقيق أهدافها الاستخباراتية. 7 شهداء و500 معتقل، والعدد قابل للزيادة في كل لحظة. المعتقلون الإداريون يعلقون إضرابهم بعد 63 يوماً. التحقيقات الفلسطينية والدولية تكذب الرواية الاحتلالية بخصوص استشهاد الشابين نوارة وأبو ظاهر. اتحاد الصحفيين العرب يختتم مؤتمره في رام الله مطالبا بوضع حد لانتهاكات الأجهزة الأمنية ضد الصحفيين. التطبيق المجاني للهواتف الذكية تتويج للإبداع الشبابي الفلسطيني. الهدف المعلن للحكومة الإسرائيلية من العدوان المستمر على الأراضي الفلسطينية هو استعادة المستوطنين الثلاثة، لكن الأهداف غير المعلنة السياسية هي كثيرة، وفي مقدمتها ضرب المصالحة وتقويض إمكانات حماس وإجهاض حكومة الوحدة الوطنية. بعد أسبوعين من بدء الهجمة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية من عمليات دهم واعتقالات، أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر تقليص العمليات الميدانية وفي المقابل تكثيف النشاط الاستخباراتي، بحثا عن 3 مستوطنين تدعي سلطات الاحتلال أنهم اختطفوا، بينما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن ذلك، بمعنى أن الاختطاف حتى هذه اللحظة هو افتراضي. وقد أعلنت مصادر فلسطينية مطلعة أن محصلة الهجمة الاحتلالية أكثر من 500 معتقل، بينهم 11 نائبا من حركة حماس، واستشهاد 6 شبان ودهم 2000 منزل. من جانبه اعترف الجيش الإسرائيلي بأن لا تقدم في عملية البحث عن المخطوفين، فيما نقلت صحيفة يدعوت أحرانوت عن مصادر في المخابرات الإسرائيلية أن التحقيقات لم تصل إلى أي نتائج. وكانت الصحف والمواقع الإخبارية الإسرائيلية ركزت على الأهداف السياسية للعملية، حيث بيّنت أن في مقدمة الأهداف ضرب المصالحة وتقويض حركة حماس في الضفة والتغطية على إضراب المعتقلين الإداريين وإرباك القيادة الفلسطينية. إلى ذلك يجمع محللون سياسيون فلسطينيون أن حكومة نتنياهو بافتعال قضية المختطفين وتضخيمها جعلت منها ذريعة لتوسيع نطاق عملياتها للتغطية على فشل الدبلوماسية الإسرائيلية على الساحة الدولية مقابل إنجازات مهمة حققتها الدبلوماسية الفلسطينية، ومنها استقطاب التأييد الدولي لحكومة الوحدة الوطنية، وقبل ذلك النجاح في تحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية إفشال المفاوضات. ويبقى السؤال، هل استطاعت حكومة نتنياهو تحقيق أهدافها وجر المجتمع الدولي على إدانة الفلسطينيين تحت عنوان المخطوفين؟ الجواب كلا، لأن نبرة الانتقادات للممارسات الإسرائيلية بدأت تتصاعد وتتسع دولية،
على اعتبار أن جيش الاحتلال يعاقب شعبا بأسره ضمن خطة انتقامية موضوعة ومقررة سلفا. للتحليل معنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ هاني المصري، أهلا وسهلا بك. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية نشرت وبثت في اليومين الأخيرين أن الهجمة الاحتلالية الأخيرة على الأراضي الفلسطينية لم تحقق أهدافها، هل الأمر كذلك؟ إذا كان من ضمن الأهداف الكشف عن الخاطفين وعن مكان الاختطاف فهذا الهدف لم يتحقق حتى الآن. إسرائيل تبدو في حالة ارتباك، وجهت الاتهام لحركة حماس بدون أن تثبت أو تقدم البراهين التي تدعم هذا الاتهام، وهذا الأمر يعني يدل على الفشل. أيضا يعني إسرائيل حاولت أن توجه ضربة كبيرة للبنية التحتية للمقاومة ولحركة حماس، وبالتأكيد أنها نجحت بذلك من خلال اعتقال المئات الكثير منهم من حركة حماس، ولكن هذا أدى إلى زيادة دعم وشعبية حركة حماس. صحيح أن حماس أصبحت الكثير من قادتها وكوادرها وأعضائها في السجون، ولكن هذا انعكس بمزيد من التأييد لأي فصيل ولأي جهة تتعرض لعدوان ولاعتقالات من الاحتلال، وهذا أدى إلى هذا يعني الهدف صار عكسي. يعني عكسي نعم، إنه يعني هذا هدف يعني عكسي. يعني أيضا أنا رأيي إسرائيل هناك أهداف بعيدة الأمد من وراء العدوان. على سبيل المثال إسرائيل تحاول أن تمهد الطريق لقطع الطريق على أي حلول دولية يمكن أن تأتي بسبب فشل المفاوضات وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من تقديم يعني مبادرات سواء دولية أو حتى أمريكية لتجاوز المأزق، لتجاوز الفراغ، لأن الفراغ في المنطقة خطير يمكن أن تملأ أطراف ومبادرات غير مناسبة لإسرائيل. أصبح لديها مشاكل نعم في المجتمع الدولي. نعم مشاكل حقيقية. وهناك المنطقة كلها تغلي وينتشر فيها مظاهر لقوى يعني معادية لإسرائيل. صحيح أنها لا تضع إسرائيل الآن على جدول أعمالها، ولكنها يعني أصبحت قوة يعني متزايدة كما يحدث في العراق وفي سوريا، وهذه مسائل يعني إسرائيل يعني يجب أن تأخذها بالحسبان، وتحاول إسرائيل أن تخلق أمر واقع في الضفة الغربية يجعل إمكانية مرور أي حلول دولية أو غير دولية غير ممكنة، ويكون الحل الإسرائيلي هو الحل الوحيد المطروح والممكن عمليا. وعنوان الحل الإسرائيلي القادم ليس انسحاب أحادي الجانب مثل ما حدث في قطاع غزة، لأن هناك حتى بعض المحللين أو المعلقين الفلسطينيين الذين يقعون عن حسن نية في ترداد أن هناك انسحاب أحادي الجانب. هناك خطوات إسرائيلية أحادية الجانب وليس انسحاب أحادي الجانب، وهناك فرق كبير لأن بالنسبة لهم الضفة الغربية هي مستهدفة وليست مطروحة للانسحاب منها. الحديث دائما عن إعادة انتشار، إعادة تموضع قوات، ومع احتفاظ إسرائيل بسيطرتها الكاملة على مواقع بشكل كامل وعلى مواقع بشكل جزئي بحيث تستطيع أن تدخلها متى شاءت. ولاحظنا إحنا من خلال الحملة الإسرائيلية أن كل المناطق مستهدفة ومناطق السلطة المصنفة ألف لا تختلف إطلاقا عن مناطق بي وجيم، وهذا أمر أدى إلى إحراج كبير للسلطة وملاحظات كثيرة على السلطة وانتقادات كثيرة للسلطة. طب هذا يقودني إلى سؤال، يعني إسرائيل هجمت، دهمت بيوت، اعتقلت، قتلت، لكن كيف تصرفنا نحن؟ بصراحة يعني جاء العدوان الإسرائيلي بعد خطوة مفترض مهمة فلسطينيا هي تشكيل حكومة وفاق وطني، وهذا يمكن كان أن يساعد على أن العدوان يؤدي إلى مزيد من الوحدة. ما حدث فعليا أن الوحدة واتفاق المصالحة تم تجميده عمليا بعد يعني العدوان الإسرائيلي، وهذا شيء غريب لأن الفصائل المختلفة وخاصة فتح وحماس وبشكل خاص الرئيس الفلسطيني لأنه صاحب الصلاحيات وصاحب الشرعية وصاحب القدرة، بدلا من أن يتصرفوا على أساس أن هذا الخطر الزاحف الجديد يستدعي الإسراع بالوحدة، تم يعني تصديق الاتهامات الإسرائيلية على الأقل بالفترة الأولى بأن حركة حماس تقف وراء العملية وكأن هذه العملية عملية إجرامية. حتى لو حماس قامت بها إسرائيل
تختطف الشعب الفلسطيني منذ 47 عاما كما قال إبراهام بورغ رئيس الكنيسة الإسرائيلي. وإسرائيل تقوم بكل الأعمال ضد الشعب الفلسطيني. لكن لا يوجد أي دليل على نعم لا يوجد حتى أن هناك عملية اختطاف غير مؤكدة حتى الآن. وقد تكون مفتعلة. حتى لو كانت حماس. يعني أنت يعني ما هو المتوقع من الشعب الفلسطيني بعد أن فشلت المفاوضات وبعد أن قامت إسرائيل بكل تسنين وإصدار القوانين العنصرية بما في ذلك تحاول إقرار قوانين ضد تبادل الأسرى وقوانين بفرض التغذية القصرية على الأسرى وعدم الاستجابة لمطالب الأسرى الإداريين والتوسع المهول بالاستيطان والاعتداءات على القدس وخاصة على المقدسات. ماذا متوقع من الشعب الفلسطيني؟ أن يقبل باستمرار هذا الوضع؟ وما دامت القيادات الفلسطينية والقوى لم تبلور استراتيجيات موحدة وقيادة موحدة ومؤسسة جامعة فسنشهد مثل هذه العمليات وغيرها. يعني انه هون انا بحمل القيادة الفلسطينية اولا والقيادة والقوى ثانيا المسؤولية عن اننا كل واحد بفكر لوحده وكل قوة وكل مجموعة وكل شخص يفكر لوحده، وهذا أسوأ شيء يمكن ان يحدث لشعب يتعرض لخطر وجودي ولخطر شامل. كل الدول بكل التجارب في كل التاريخ حتى الدول اللي صاحبة السيادة عندما تواجه خطر مشترك يتم توحيد قواها وبتعمل حكومات ائتلافية وبتعمل جبهات وطنية. فكيف شعبنا في مثل هذه الظروف؟ طبعا قبل يعني وجدنا تصريحات وردود أفعال مختلفة ومتباينة نعم وكأنه غاب التنسيق. عادت حملة التراشق الإعلامي والتحريض المتبادل، يعني لم يتم التقدم على طريق تطبيق اتفاق المصالحة. كان يجب حتى لو لم يكن هناك اتفاق أن يتم عقد لجنة تفعيل المنظمة أو الإطار القيادي المؤقت فورا للبحث في كيفية مواجهة مشتركة لهذه المخاطر. هذا كان ممكن يضبط إجراءات سياسية أو إجراءات مقاومة غير متفق عليها، لأنه أنت إذا مش عامل إطار مشترك ليش بدك تحاسب الآخرين؟ كيف يمكن أن تحاسبهم؟ إذا المصالحة صارت هي نوع من استمرار كل طرف للسيطرة وليست عملية شراكة حقيقية. ما هي أسس الشراكة التي اتفقوا عليها؟ تم تأجيل تقريبا القضايا الأساسية كلها، يعني سواء بالنسبة للبرنامج السياسي. مسؤولية الطرف ولا كل لا الأطراف؟ لا مسؤولية كل الأطراف طبعا. مسؤولية كل الأطراف، يعني ومسؤولية الرئيس أكثر لأنه هو صاحب السلطة وصاحب الشرعية والإمكانيات، ولاحظنا أنه يعني هو أقدر من غيره يعني على تحقيق ما يمكن أن يحقق مصالح الشعب الفلسطيني. ولكن للأسف الأمور لا تسير في هذا الاتجاه، وهناك خطر حقيقي على المصالحة الآن. وإذا بصراحة انهارت هذه التجربة يمكن أن تكون الأمور أسوأ من السابق، وبدل ما يكون في اقتتال فقط في غزة يمكن أن يكون أشكال من الفوضى والاقتتال في الضفة الغربية، ولاحظنا كيف تطورت الأمور في بعض مناطق الضفة الغربية وفي رام الله بحيث تم يعني الهجوم على مركز للشرطة، وهذا أمر في منتهى الخطورة. ولكن يجب أن نفكر لماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد وكيف يعني نمنع ضياع البوصلة. يعني نعم طبعا يعني أنا بقول إنه المسؤول عن التنسيق الأمني مش الأجهزة الأمنية ولا الشرطة، المسؤول عن التنسيق الأمني الغطاء السياسي والقرار السياسي. إذن يجب أن نوجه الضغوط إلى القيادة السياسية وإلى الرئيس حتى يراجعوا التنسيق الأمني. يا أخي حتى لو كان هذا التنسيق الأمني صحيح قبل العدوان، يعني على الأقل يجب وقفه أثناء العدوان. إذا كان صحيح وفي وقت الفترة الذهبية لاتفاق أوسلو عندما كان هناك مناطق السلطة مسؤولة عنها، يجب أن لا يكون صحيح وإسرائيل ما بتفرقش بين المناطق. كيف يمكن أن نتعاون مع إسرائيل في الأمن وتوفير الأمن الإسرائيلي وإسرائيل لا تتعاون معنا ولا تلتزم بأي شيء؟ عليها أن تدرك أنها ستدفع ثمن تجاوز اتفاق أوسلو، ستدفع ثمن إفشال كل المبادرات والجهود الرامية للاتفاق. وأعتقد أن قيادتنا ذهبت بعيدا جدا في المرونة والتنازلات من أجل السلام، وبالمقابل حكومة نتنياهو يعني حتى يعني شكر للرئيس على مرونته وعلى خطابه في جدة يعني بخل عليه يعني نتنياهو، وبالأخير يعني تحدث بنوع من الشكر ولكن طالب بأن تكون الأفعال هي الأهم وطالب بفك المصالحة التي تمت ما بين الفلسطينيين، لأنه نتنياهو والحكومة الإسرائيلية لا يريدون أي وفاق فلسطيني لأنه الانقسام
احد اهم المكاسب الاسرائيليه. لا هو في الاهداف في حتى التي اصبحت معلنه، كانت غير معلنه اصبحت معلنه وتناقلتها وسائل الاعلام الاسرائيليه، ضرب المصالح. نعم يعني قال شمعون يعني لم يعد سرا يعني. نعم قال شمعون بيرز ان الانقسام الفلسطيني هو الانجاز الثالث في اسرائيل الذي حققته بعد قيام اسرائيل وحرب 67 والانقسام. تصور أهمية الانقسام إلى أي حد. الانقسام يعني شتت قوى الشعب الفلسطيني، همش القضية الفلسطينية، أدخلنا في استنزاف داخلي. أنا بقول إنه بنعمل وحدة بتلغي الفوارق، ولا عمري كنت بفكر إنه يمكن إلغاء الفوارق، ولكن هناك قضايا مشتركة، هناك قضايا وطنية، نختلف على مليون شغلة، ولكن في ثلاث أربع شغلات لازم نتفق عليها. يعني مش ممكن نعمل وحدة وإحنا مش متفقين كيف بدنا نقاوم. لازم نتفق شو الأسلوب المناسب في هاي المرحلة. هل هي المقاومة المسلحة؟ هل هي المقاومة الشعبية؟ هل الجميع بين الأسلوب بين؟ في كل مرحلة ممكن أن تكون مناسب. حقنا بكل أشكال المقاومة لا جدال فيه، ولكن شو المناسب هذا بيخضع للدراسة وللمصلحة لكل والوقت. طب عملوا مصالحة بدون الاتفاق على هاي المسألة. مسألة أخرى المفاوضات. مش ممكن نقول المنظمة هي المسؤولة وفقط، لازم ينحط أسس وشروط حتى تكون المفاوضات مش عقيمة ومش مدمرة، لأنه إحنا شهدنا مفاوضات عقيمة ونتائجها كارثية. يعني مش ضد المفاوضات، ولكن المفاوضات لازم أن تكون أسس. هذول المسألتين في منتهى الأهمية. طبعا هناك مسائل أخرى، ولكن لو اكتفينا بالاتفاق على هاتين المسألتين ونختلف يا أخي على كثير من المسائل، ساعتها بيكون في إمكانية لعمل مشترك في ظل الخلافات، ومننظم الخلافات في إطار عمل مشترك. نعم، إذا نواصل التحليل في هذا الموضوع بعد استعراض التقرير التالي. 7 شهداء و500 معتقل حتى تسجيل هذه الحلقة من فلسطين هذا الأسبوع، والعدد قابل للزيادة بالتأكيد في كل لحظة ما دام العدوان مستمرا ومتواصلا على الأراضي الفلسطينية كافة. عدوان إسرائيلي مسعور طال المدن الفلسطينية كافة في الضفة الغربية المحتلة، حصيلته لغاية إعداد هذا التقرير 6 شهداء وعشرات الجرحى، إضافة لاعتقال أكثر من 500 مواطن من بينهم 51 أسيرا محررا في عملية التبادل الأخيرة مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، إضافة لنواب حركة حماس وقادتها، ناهيك عن اقتحام وتدمير عدد من المصانع والجمعيات، وذلك تحت ذريعة البحث عن الجنود الثلاثة التي تقول إسرائيل بأنهم مخطوفون. أعتقد أن على السلطة الفلسطينية أن لا تتردد أولا في قطع التنسيق الأمني، وثانيا على السلطة الفلسطينية، على منظمة تحرير، على الرئيس محمود عباس أن يتوجه إلى الأمم المتحدة، أن يتوجه باتجاهين. أولا باتجاه الانضمام إلى مزيد من المنظمات الدولية للأمم المتحدة، وثانيا التوجه نحو فرض عقوبات، اجتماع مجلس أمن فرض عقوبات على إسرائيل، نحو محكمة الجنايات الدولية. ووفقا للكثير من المراقبين، فإن العدوان الإسرائيلي على الضفة كان مخططا وفي انتظار اقتناص أي فرصة متاحة للتنفيذ، وذلك من أجل تصفية البنية التحتية لأي عمل مقاوم في الضفة بعد فشل المفاوضات، وتوجيه رسالة للفلسطينيين بأن هنالك ثمنا باهظا لأي عملية مقاومة، والأدهى من كل ما سبق التشويش إعلاميا ودوليا على إضراب الأسرى عن الطعام والتراجع عن صفقة تبادل الأسرى من خلال إعادة اعتقال الأسرى المحررين وإفشال المصالحة وإضعاف السلطة. الإسرائيلي يضعف السلطة الفلسطينية لأنه يظهرها عاجزة غير قادرة على حماية شعبها، وفي نفس الوقت تلتزم بالتزامات سياسية وأمنية واقتصادية من ضمنها وأخطرها التنسيق الأمني، في وقت إسرائيل فيه تجاوزت كليا كل الالتزامات التي التزمت فيها اتفاق أوسلو. إذا ما انتهى إلى أن حماس هي الطرف الذي نفذ هذه العملية، هذا سيضع المصالحة على كف عفريت، لأن الرئيس الفلسطيني التزم بوقف المقاومة وبالتنسيق الأمني. ويشار إلى أن جميع أجهزة المخابرات الإسرائيلية فشلت في الوصول إلى أي معلومة حول مصير المختطفين أو المفقودين، وسط أمال فلسطينية بأن يصبح مصيرهم كمصير الطائرة الماليزية المفقودة،
ومن ثم مبادلتهم بأسرى فلسطينيين. من مدينة رام الله المحتلة، نزار حبش، تلفزيون وطن. يعني أستاذ هاني، تحدثنا في الشق الأول من التحليل عن فرضية أنه إمكانية أن يكونوا في مختطفين، في مأسورين، لكن هناك فرضية أخرى تناقلها محللون فلسطينيون وعرب ودوليون عن أن القضية ممكن برمتها أن تكون مفتعلة وأن يكون فيها يعني فخ معين للوصول لتحقيق هذه الأهداف التي حضرتك ذكرتها. طبعا لا نستطيع أن نتجاهل هذه الفرضية، ولكن يعني الأرجح أنها ليست صحيحة، لأن إسرائيل دولة بالنسبة للإسرائيليين ولليهود تحديدا دولة بها مؤسسات وبها يعني محاسبة، ولا شخص فوق المحاسبة. في حال أنه ثبت أن هذه العملية مفبركة، وهذا طبعا أدى إلى ترويع يعني الإسرائيليين والمستوطنين، وأدى إلى ضربة لنظرية الأمن الإسرائيلية، لأنه عندما تستطيع مجموعة فلسطينية، وحتى لو كانت مفبركة لأنه هذا لن يظهر يعني حتى بعد ظهور العملية، يعني بعد فترة سيظهر وليس بسرعة، لأنه ستكون محضرة بطريقة توحي أن هناك عملية جرت وأن النهاية سعيدة ستكون إذا كانت مفبركة على الأغلب، وإلا يعني مش ممكن إسرائيل تؤدي إلى مقتل 3 يعني مستوطنين مستعمرين وتؤدي إلى ضرب نظرية الأمن الإسرائيلية، وخاصة أنها بتقوم باللي بتقوم فيه بالضفة الغربية بدون عملية، لأنه إحنا أحيانا بننسى أو بنتناسى. طبعا العملية يعني ليست بحث عن مخطوفين، يعني عندما يقتحمون بيت محدد يقومون بالتخريب العبث، يعني مش موضوع بحث حقيقي. نعم، هل عن إسرائيل قبل العملية لم تكن تعتقل من تريد وبالوقت الذي تريد؟ الموضوع هو المعدل العام للاعتداء الإسرائيلي. هل إسرائيل بفترة المفاوضات لم تقتل عشرات الفلسطينيين بالسنة الماضية؟ يعني هل إسرائيل وقفت أشكال العدوان؟ هي المعدلات تزيد أو تنقص. العملية سواء كانت مفبركة أو غير مفبركة أعطت إسرائيل فرصة لزيادة معدل العدوان ضد الشعب الفلسطيني، ولكن الأهداف أعطتها غطاء للعدوان. نعم، والغطاء طبعا وغطاء، لكن الأهداف الموضوعة موضوعة سابقا يعني ومستمرة. إسرائيل كمان بتحضر نفسها، يعني مش موضوع ردة فعل، يعني في برنامج مجهز. نعم، هذا كلام حتى الإسرائيليين تحدثوا عنه، مش بس يعني إحنا بنزعم هذا الشيء، هن قالوا إنه الموضوع أكبر من عملية رد فعل على مخطوفين سواء تم اختطافهم أو تم فبركة يعني هذا الأمر. نحن من ناحيتنا ماذا يمكن أن نفعل؟ هذا هو أهم سؤال، ما العمل بالنسبة للفلسطينيين؟ أنا رأيي هذه العملية تؤكد مرة أخرى أهمية الوحدة، ولكن الوحدة على أساس برامج وعلى أساس استراتيجيات جديدة. ليش بقول جديدة؟ لأن الاستراتيجيات القديمة لم تنجح، لا استراتيجية المفاوضات الثنائية ولا استراتيجية المقاومة المسلحة كأسلوب وحيد بصراحة. نتحدث يعني صحيح صحيح. مش لأنه إحنا، أنا بقول إحنا من حقنا المقاومة، كل أشكال المقاومة، لكن لم تؤدي هذه الاستراتيجية لوحدها إلى تحقيق الأهداف الوطنية. إذن يجب أن نعمل استراتيجيات ممكن تجمع بين أشكال النضال المختلفة، استراتيجيات إبداعية إبداعية بناء على التجربة الفلسطينية، لأنه الانتفاضة مش صحيح أنها دمرتنا، يعني بدون انتفاضة ما فيش قضية فلسطينية حية، ولكن في أخطاء ارتكبت في الانتفاضة وفي ثغرات وفي خطايا. يجب أن ما أهم شيء بخوف الفلسطينيين أن الانتفاضات كانت تتحول في النهاية إلى فوضى وإلى فلتان أمني. كيف نمنع تحول أي انتفاضة قادمة إلى فوضى وفلتان أمني؟ هذا يجب أن ننشغل به، وهذا يكون من خلال عمل قيادة موحدة للشعب الفلسطيني، مؤسسة موحدة، رؤية موحدة، قواسم مشتركة، أطر تنظيمية تعتمدش على القيادات فقط، لأنه اللي حمل في الانتفاضة الأولى في بدايتها إنه كان في مش بس قيادة موحدة، كان في جسم نقابي، كان في جسم وطني، في جمعيات، هيئات هي بتقوم وبتتصل بالناس، في لجان شعبية، في لجان أحياء، في تعليم منزلي، في زراعة منزلية، في
في مؤسسات هي تبلورت لاحقا، نعم، يعني ما كانتش مجهزة مسبقا، كان في المجتمع الفلسطيني موجودة مؤسساته ونقاباته، ما فيش إشي بيخلق من فراغ، يعني فيش إشي بيقدر يحمل شيء إذا ما كانش في مقدمات إلى ذلك. يجب أن نبني المقدمات، لأنه ندفع الأمور لانتفاضة بدون ما نبني هاي المقدمات، يعني بندفع الأمور للفوضى للفوضى والفوضى لا تضمن، بل بالعكس يمكن أن تسبب حدوث نتائج عكسية. هذه خبرتنا. الناس إذا وثقوا أنه إحنا استوعبنا تجارب الفترة السابقة وعالجناها، لا، الناس كلها ممكن أن تشارك بالانتفاضة، ولكن بدها انتفاضة هذه المرة تنتصر، مش انتفاضة يعني علشان بس نسجل صفحة مجد أو صفحة نضال جديدة بالتاريخ الفلسطيني ونقدم مزيد من التضحية. وهناك إمكانيات، لأنه إسرائيل ضاق فيها العالم وضاقت فيها المنطقة، والمنطقة تغلي الآن. إسرائيل يعني فيها أصوات، صحيح مش أغلبية أو قوة كافية، إنه يجب أن نبحث عن حل. إحنا إذا وفرنا هذا الظرف الذي يضغط من اتجاه الحل، ساعتها المجتمع هيتحرك. التوجه للأمم المتحدة بدون أزمة هنا لن يجدي. التوجه للأمم المتحدة بدون مقاطعة وحملة مقاطعة شديدة لإسرائيل لن يجدي. التوجه للأمم المتحدة بدون استعادة البعد العربي للقضية الفلسطينية لن يجدي، لن يجدي بشكل كفاية. يعني يجب أن نبدأ من عندنا من هنا، وبعد ذلك أن نطالب الآخرين. أما لو أخذنا 100 قرار جديد من الأمم المتحدة مش هيتغير الموضوع. الأرض هو هنا تقام الدولة وليس في الأمم المتحدة. مهم النضال في الأمم المتحدة، المهم الدخول إلى منظمات، ولكن حتى لا نصاب يعني بصدمة جديدة إنه دخلنا كل المنظمات وبعدين لم يحدث شيء. يعني لأنه أنت بتدخل، يعني أنت بتتسلح، استخدام السلاح موضوع تاني. هل في إرادة لاستخدام السلاح؟ لأنه مش لا يكفي الدخول إلى المنظمات، لا يكفي حتى الدخول لمحكمة الجنايات الدولية، ممكن تكون عضو ما تعمل شيء. إحنا هلأ عنا خزينة هائلة من القرارات، عندنا الفتوى القانونية لمحكمة لاهاي، عندنا قرارات من مجلس الأمن مش بس من الجمعية الأمن ضد إسرائيل، مش قاعدين منفعلها. نخشى المجابهة، اللي بده يخشى المجابهة يعني بصراحة يترك الطريق لغيره. يعني بصراحة هاي طريق اللي عملناها ما وصلتنا للنتيجة، يا بدنا نجابه عشان نغير الوقائع وموازين القوى، يا بنترك الطريق لحد مستعد إنه يجابه. بس مجابهة عقلانية، لأنه المجابهة مش انفعالية ومغامرة ووطنية وبيشترك فيها الجميع، وهذا ممكن. يعني احنا رغم كل الخلافات الان الكل شاعر انه بمأزق، يعني منفتح لحماس، لا انا لا انت لا كل الشعب الفلسطيني، مش شاعرين انه احنا بدنا الحل، كلنا مع بعض ممكن نعمل حل. اما واحد لحاله او فصيل لوحده ما فيش حل، لا بيقدر يقول لا فتح ولا حماس ولا الرئيس ولا خالد مشعل ولا اي واحد فينا في ايده حل. نحن معا نستطيع أن نعمل حل، لأنه هذا بمسنا جميعا، بأثر على وجودنا، على مصالحنا، على حياتنا، على أولادنا، على عائلاتنا، على كل شيء بتعلق فينا. إذن نذكر الآن بالعناوين المتبقية. المعتقلون الإداريون يعلقون إضرابهم بعد 63 يوما. التحقيقات الفلسطينية والدولية تكذب الرواية الاحتلالية بخصوص استشهاد الشابين نوارة وأبو ظاهر. اتحاد الصحفيين العرب يختتم مؤتمره في رام الله مطالبا بوضع حد لانتهاكات الأجهزة الأمنية ضد الصحفيين. التطبيق المجاني للهواتف الذكية تتويج للإبداع الشبابي الفلسطيني. إلى إضراب الأسرى، علق الأسرى الإداريون إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي استمر 63 يوما بعد أن أوصلوا من خلاله مجموعة من الرسائل القانونية والإنسانية والسياسية.
يعلم الجميع أن هذا الإضراب بدأ وعلق وانتهى في ظروف بالغة التعقيد. الأسرى كانوا قبل البدء بهذه الخطوة قد لجأوا لخطوة في نهاية العام 2013 تقضي بمقاطعة المحكمة العسكرية الإسرائيلية التي تنظر في أوامر الاعتقال الإداري، وتيقن الجميع أنه ليس في تلك المحاكم العسكرية عدلا تتوخاه أو إنصافا، ولذلك قاطعوا المحاكم. ثم وعدت الجهات المختصة في إسرائيل، جهات أمنية، أن يحدث تحول إيجابي في عدد المعتقلين الإداريين في آليات التمديد وما إلى ذلك. لم تلتزم إسرائيل، كان السقف أن يشعر الأسرى أن تحولا قد تم 30/3/2014، وحين لم يتم ذلك بدأ هذا الإضراب. أردنا أن نوظف هذا الإضراب في تكريس المصالحة بمعاني جديدة بمضامين جديدة، الأمر الذي نحن على الصعيد الشعبي لم ننجح في تحشيد الرأي العام الفلسطيني لمساندة هذا الإضراب بسبب رئيسي، وهو محاولة تحميل الإضراب أكثر مما يحتمل. أستاذ هاني، في تقديرك ومن خلال متابعتك، هل حقق إضراب الأسرى النتائج؟ في حقق نقطة يعني مهمة، هو أنه سلط الضوء على الاعتقال الإداري كما لم يحدث من قبل، وهذه مسألة أعتقد أنها وصلت يعني إلى كل العالم، وهذا إضراب يعني بطولي للمدة الذي يعني استمر بها، وهذا أمر لا نستطيع أن نقفز عنه أو أن نشكك به على الإطلاق. ولكن بالنسبة للأهداف التي يعني وضعها، بالتأكيد لم يحقق يعني الكثير منها، يعني وهذا أمر لعدة أسباب، يعني منها الظروف التي حدثت يعني أيضا بعد الإضراب، وضغط يعني على الإضراب نفسه بما فيها الهجمة الاحتلالية. نعم طبعا الهجمة الاحتلالية أصبح يعني الخبر يعني ليس محل اهتمام. أيضا فعلا لم يستطع استقطاب الرأي العام الفلسطيني، وأنا رأيي يعني في تصريح إسرائيلي يعني حكومي يقول أنه ما حدث في الإضراب أحد نتائج الهجمة الأخيرة. جزء منه صحيح، يعني جزء منه صحيح، لكن الأهم أنه ما كانش في وحدة يعني بين المؤسسات والقوى الفلسطينية، وهذا ظهر حتى بالإعلان عن الاتفاق، يعني من يقول اتفقنا، من يقول أن البيانات التي طلعت لا تعبر عنا، وهناك بعض المشاحنات يعني حتى بين الأسرى يعني أنفسهم. المشكلة الأساسية هي أن هناك في فجوة بين الرأي العام وبين القوى والمؤسسات والمختلفة. لماذا؟ ما سبب هذه الفجوة؟ الفشل والإخفاقات والترهل والانشغال بالمصالح والمصالح الفئوية والفردية، عدم وجود رؤية، عدم وجود طريق واضح، يعني عدم المحاسبة. يعني هناك فجوة كبيرة، مش بس بموضوع الأسرى، يعني هو في موضوع الاستيطان تم مقاومة كما يجب، في موضوع الاعتداءات على الأقصى وعلى المقدسات وفي القدس تمت المواجهة كما يجب. هناك مواجهة لا ننكرها، وهناك تضحيات لا ننكرها، ولكن أقل من مستوى الخطر بكثير. شو السبب؟ إنه ما فيش شعور عند الناس بالثقة بهذه القيادات وبهذه المؤسسات، ما فيش رؤية موحدة، فيش استراتيجيات واضحة، وبالتالي حتى تضحي يجب أن تجد هدف يستحق التضحية وتثق بأنك قادر على تحقيقه. الأمل هو الذي يصنع النضال الحقيقي والثورات أكثر من اليأس. دائما بقولوا اليأس، أنا من وجهة نظري الأمل، عندما تثق أنك ممكن أن تغير واقعك، أن تحقق أهدافك، مستعد أن تضحي أكثر لهدف يستحق التضحية. الآن شعرين الناس أنهم بناضلوا والنتائج تبقى محدودة، مش بمستوى التضحيات. طيب أو يجيرها يعني عناصر أخرى لمصالحهم ونفوذهم وثرواتهم. يعني في موضوع إضراب الأسرى، عندما يصدر تصريح عن حكومة الاحتلال أننا في المستقبل سنعمل جهدنا للحد من إضرابات للمعتقلين الفلسطينيين، شو يعني هذا؟ إسرائيل واضح في هجمة شاملة، يعني لما تصدر إذن أنها تأثرت من هذا الإضراب، يعني هذا أحد النتائج. نعم طبعا، أنا قلت بالبداية أنه
إبراز قضية الأسرى الإداريين، وهي قضية يعني سياسية وإنسانية من الدرجة الأولى. واحد معتقل بدون تهمة بدون محاكمة ويجدد لفترات غير معقولة، يعني هذا كلام يعني العالم كله مفترض أنه يتحرك فيه. وكمان إحنا ما بنحسن، يعني إسرائيل تبعث على اجتماع مجلس حقوق الإنسان يعني عائلات الأسرى، طب ما احنا بنقدر نبعث 100 ام يحضروا الاجتماع، يعني اذا هن عندهم 3 أسرى عندنا آلاف الأسرى، يعني لماذا لا نوظف يعني هذه القضايا باحسن شكل ممكن؟ وخاصه عندنا تجارب غنيه جدا جدا، يعني مش احنا اولاد اليوم. اسرائيل طبعا تعرف انه حتى عندما لا يحقق الأسرى انه الرساله وصلت الانسانيه يعني والقانونيه نعم والاخلاقيه، الرساله وصلت، وانه هذا اللي ما حققش المره هاي بيحقق مره ثانيه. وزي كل اشكال عمل الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني صار له اكثر من 100 سنه بيقاوم، مش القضيه قضيه سنه وسنتين، واذا انهزمت موجه او لم تحقق كل اهدافها انتهى النضال. هذا محطات يعني. محطات، وكل مره الا بيتحقق شيء، مش صحيح انه لا يتحقق اي شيء. الآن إسرائيل تعرف أنها إذا لم تقدم حلا للفلسطينيين ستواجه انتفاضات جديدة وثورات جديدة وستدفع وتخسر. وفي ناس كتير كتبوا في الصحافة الإسرائيلية وفي مراكز البحث الإسرائيلية بلوموا حكومتهم لأنها ما استغلتش ال7 سنوات الماضية كما يجب أن تستغلها في التوصل إلى حل مع الفلسطينيين. وإحنا هذا جاي مش بسبب المفاوضات، جاي بسبب خشيتهم من الانتفاضات والثورات والمقاومة الفلسطينية. هذا هو العامل الأبرز الذي يحرك إسرائيل. وكما زي ما قال جدعون ليفي، نحن لا نعرف عن الضفة الغربية إلا إذا تم خطف يعني إسرائيليين، ولا نعرف عن غزة إلا إذا تم إطلاق صواريخ. هذا كاتب إسرائيلي الذي يكتب وليس كاتب فلسطيني. أشكرك أستاذ هاني على ما قدمته من تحليل، شكرا جزيلا. شكرا أهلي. التحقيقات الفلسطينية والدولية كذبت رواية الاحتلال بخصوص استشهاد الشابين نديم نوارة ومحمد أبو الظاهر، لا سيما بعد أن استخرج جثمان الشهيد نوارة حيث تبين أنه أصيب بالرصاص الحي وليس المطاطي كما ادعى الاحتلال. وسقطت الرواية الإسرائيلية حول ظروف استشهاد الشابين نديم نوارة ومحمد أبو ظاهر اللذين ارتقيا برصاص قناص إسرائيلي قرب معتقل عوفر في 15 أيار الماضي خلال مظاهرة تزامنت مع إحياء ذكرى النكبة. التحقيقات التي عكف عليها فريق أطباء وحقوقيين فلسطينيين وإسرائيليين وأجانب أثبتت بشكل قاطع وبعد استخراج جثمان الشهيد نوارة أنه أصيب برصاص حي، لا كما ادعى الاحتلال برصاص مطاطي. جبنا خبير من الدنمارك وخبير من الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني في التحقيقات الأولية اللي احنا يعني أجريناها والمؤسسات تشير بشكل واضح إلى ضلوع الجيش الإسرائيلي في عملية مقتل الطفلين، واللي بالأساس كان الجيش الإسرائيلي بينفي إنه استخدم الرصاص الحي. التحقيقات بدأت منذ وري الجثمانان الثرى، حيث دأب الفريق على تجميع ومقارنة الصور ولقطات الفيديو لا سيما من كاميرات مراقبة كانت مثبتة مكان الاستشهاد إلى جانب استخراج الرصاصة، الأمر الذي أدان الاحتلال بفعلته. أمام كل كاميرات العالم وأمام أعين كل الناس والكل شاهد كيف استشهد محمد وكيف قتل بدم بارد، وحتى أن كل مؤسسة حقوق الإنسان هيومن رايتس وغيرها وصفوها بأنها جريمة حرب واضحة مكتملة. وبعد مرور 40 يوما على استشهاد نوارة وأبو ظاهر وخلال حفل التأبين برام الله، أعلنت نتائج التحقيق بشكل تفصيلي، لكن الأهم متابعة القضية مع جهات دولية أعلنت إحداها قرار مقاطعة دولة الاحتلال. سيدي العزيز أبو نديم، أتمنى أن تكون بخير. أتشرف بإبلاغك أن الكنيسة البروسباتيرية الأمريكية قد صوتت يوم أمس الجمعة بسحب استثماراتها، سحبت استثماراتها بقيمة 21 مليون دولار من 3 شركات عالمية متورطة بالاحتلال الإسرائيلي، وهي شركة الـ HP وكاتربالر ومترولا.
ويطالب حقوقيون بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية وتقديم كل الأدلة التي تساهم في إدانتهم. نذكر بالعنوانين الأخيرين. اتحاد الصحفيين العرب يختتم مؤتمره في رام الله مطالبا بوضع حد لانتهاكات الأجهزة الأمنية ضد الصحفيين. التطبيق المجاني للهواتف الذكية تتويج للإبداع الشبابي الفلسطيني. اتحاد الصحفيين العرب يختم مؤتمره في رام الله بعد أن منعت سلطات الاحتلال 45 إعلاميا عربيا من دخول الأراضي الفلسطينية. المؤتمر دان الممارسات الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين وطالب السلطة الفلسطينية من جهة أخرى بوضع حد لانتهاكات الأجهزة الأمنية بحق الصحفيين. في مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب لدعم فلسطين والذي يعقد لأول مرة داخل الوطن، انتقد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين الاعتداءات المتكررة على الصحفيين الفلسطينيين من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية مطالبا القيادة بوضع حد لها. لا ننسى أيضا الاعتداءات والإهانة التي يتعرض لها الصحفي على أيدي السلطة الوطنية الفلسطينية، وكلما ألتقي مع القيادة الفلسطينية أطالبها بأن تضع حد لمثل هذه الأعمال ونحصل على الوعود، ولكن ما زلنا ننتظر. رسالتنا للرئيس عباس أبو مازن أن أيها الرئيس، الإعلامي الفلسطيني دفع الكثير في قلب الشعب الفلسطيني ويقاوم، وكفى ما يعانيه من الاحتلال. لا ينبغي إطلاقا أن تمارس عليه ضغوط أيضا من السلطة، لأنه يعاني كثيرا وفي قلب الأحداث ويقف في مقدمة الصفوف. نقابة الصحفيين الفلسطينيين أعلنت في وقت سابق مقاطعة أخبار الحكومة والأجهزة الأمنية لمدة 3 أيام بعد الاعتداء الأخير على الصحفيين في الخليل وضربهم بالهروات واعتقال عدد منهم أثناء تغطية مسيرة لحركة حماس تطالب بالإفراج عن الأسرى. أما بالنسبة لتجاوزات أفراد الأجهزة في الضفة الغربية وقطاع غزة وارتفاع وتيرتها خلال الأسابيع الماضية بعد المصالحة، والتي بدأت بالاعتداء على الصحفيين الذين حاولوا تغطية إغلاق البنوك والصرافات في قطاع غزة، وانتهت بإجراءات مماثلة في رام الله والخليل يوم أمس، فهي مرفوضة رفضا قاطعا. وكانت قوى الأمن الفلسطينية اعتدت في 11 من الشهر الجاري على الصحفيين وسط مدينة رام الله أثناء تغطيتهم اعتصاما لأهالي المعتقلين السياسيين. وكان رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله قد تعهد أمام نقابة الصحفيين أن تتم محاسبة المعتدين على الصحفيين وألا يتم تكرار الاعتداء، وهما الأمران اللذان لم يحدثا حتى اللحظة، بل تكرر الاعتداء في وضح النهار. السلطة والعمل الأهلي يتفقون على مجموعة من الضوابط لحضور الصحفيين في التغطيات ولا أحد يلتزم بها. أمام الكاميرات وفي المؤتمرات الصحفية المشتركة نتفق على كل شيء ونرفع شعارات جميلة عن حرية التغطية وحرية الرأي والتعبير، في الممارسة نكتشف أن الأمور عكس ذلك تماما. ووفقا للمراقبين فإن مشهد الاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين من قبل لقوى الأمن الفلسطينية في الضفة والقطاع يكاد أن يتحول إلى ظاهرة، ليتساءل الكثيرون أين التطبيق الفعلي لتصريحات الرئيس محمود عباس حين قال في وقت سابق بأن حرية الصحافة سقفها السماء. من مدينة رام الله، نزار حبش، تلفزيون وطن.
والتقرير الأخير يتحدث عن الإبداعات الشبابية الفلسطينية، والإبداعات الشبابية الفلسطينية مستمرة وفي كل المجالات، وضمن سلسلة الإنجازات على هذا الصعيد ابتكر الشاب حسن رباوي وبعض أصدقائه تطبيقا مجانيا للهواتف الذكية، وقد جاء ذلك بعد 4 شهور من العمل والتجريب المتواصل. الحاجة أم الاختراع، هذا ما حصل تماما مع الشاب حسن ريماوي الذي ابتكر تطبيقا مجانيا للهواتف الذكية بعد أن انقطعت به السبل نحو شيء مشابه في حقل التكنولوجيا، ليكون أوفرزي التطبيق الأول من نوعه عالميا. 4 شهور من العمل بين حسن وشركائه قبل الانتهاء من برمجة التطبيق وإخراجه إلى النور. وسيلة إعلانية جديدة مش موجودة، وسيلة إعلانية غير تقليدية، طول عمرنا نعرف في الوسائل الإعلانية المقروءة أو المسموعة سواء تلفزيون، راديو، جريدة، بيلبوردز، بروشورز، إحنا عملنا إشي على التليفون، على السمارت فونز، وإحنا بعصر هلا السمارت فونز، يعني تلاقي الكل خلص كل واحد سواء من عمر 12 سنة لعمر 55 سنة صار يحمل السمارت فون، كل الناس صارت تتجه صارت تبعد عن الويب سايت، صارت تتجه للابس، للابلكيشنز، كل شيء صار على الابلكيشنز، سواء سوشيال ميديا، ايميل، اي شيء صار واحد يدخل عنده ابلكيشن على الموبايل يدخل عليه، اللابتوب صار يستخدم لريبورتس، يعمل شيء شغل باخر الليل، هيك يعني اكثر شيء صار الشغل، فكان الشغل على الموبايل. دائما بنلاقي الناس ماسك الموبايل بايدها، وين ما هي قاعده، فلسطين صح انه ما فيش 3G، بس كثير متوفر الوايرلس في كل مكان، يعني ما في مكان حدا بيدخل عليه غير موجود الوايرلس. وأول ما طرح الفكرة حسن علي إنه حكى لي إنه في بدنا نعمل أوفر زي، بدنا نعمل تول يكون الناس أساس يوصل الناس الأوفرز الموجودة والخصومات الموجودة بالبلد، فحبيت الفكرة من أول ما حكى الفراس وهيك، فزي ما تحكي آمنت بالفكرة. البداية كانت صعبة شوي من ناحية الوقت والجهد، شغلنا كمبرمجين ما بلزم مصاري أو فلوس، أو كان المجهود تبعنا أو الكوست تبعنا اللي هو الجهد والوقت. إذا الواحد سافر من رام الله وراح على مثلا نابلس وما بيعرف نابلس منيح، بيقدر بس يختار مدينة نابلس بيجي كل الأوفرز شو موجود في نابلس، بالإضافة إنه بكون موجود ديتيلز الشركة المعلنة أو المحل من ناحية عنوان على جوجل ماب، رقم تليفونها، الفيسبوك عشان برضو يتواصل لكل إعلاناتها. الفكرة إنه هذا الإعلان إحنا بنبعث زي بوش نوتيفيكيشن لإعلان معين، مثلا لمطعم معين، توصل الرسالة على الموبايل إذا شابك نت، إذا مش شابك نت حتى بعد 24 ساعة لو شبك رح يوصلوا كل النوتيفيكيشنز هاي، توصلوا مسج كمسج إنه أنت حصل في أوفر جديد أو اسم الأوفر. هلا على الأبل بيجي إنه أوفر جديد لأنه سياسة أبل هيك ممنوع يطلع اسم الإعلان أول، هذا على الأندرويد لا عادي، أول ما يتمسك ليك بيطلع له شو الأوفر كديزاين، بيطلع له الديزاين، الشركة من متى لمتى الأوفر، كل المعلومات الأوفر. اللي بيستفيد اليوزر بس ينزل التطبيق، طبعا هو فري مجاني، بس ينزل التطبيق هذا بيستفيد إنه بيشوف شو في إشي جديد عنده في مدينته، يعني مش ضروري مثلا هو بده يشوف شو في عنده هو سكان رام الله، بيعرف شو في في رام الله جديد، بيفتح بس بيختار السيتي رام الله، بوصل شو في إشي جديد في البلد فتح، إيش في خصومات في البلد، إيش في عروض آخر عروض في البلد. فرسالتي إنه كل الشباب الفلسطيني اللي عنده القدرة العملية إنه يشتغل هيك شغل يشتغل ويستغل الوقت، ويورجي إنه الشباب الفلسطيني قادر على إنه ينافس في سوق عالمي كتير كبير، وإسرائيل داخلة فيه بقوة، فعشان نورجي إنه نحنا شباب بنقدر ندخل في هذا المجال وعندنا قدرات إنه ندخل فيه وننافس عالميا، فأنا بشجع الشباب يشتغلوا ويستغلوا الوقت، وأتوقع أي شاب صغير بيقدر يدخل في هذا المجال بسهولة، ما بده إلا وقت منه. بحب أحكي إنه نلاقي دعم من الناس، نلاقي الناس إنه تحب هذا تنزل التطبيق، خصوصاً إنه متوفر فري وتنزيله مش صعب، تنزيله سهل كتير، مش رح يأخذ وقت، مش رح يأخذ حجم من الموبايل، مش رح يبطئ الجهاز، بالعكس كتير خفيف، معمول بشكل بروفيشنال، نعمل فكرة فلسطينية، نعمل في أيادي فلسطينية، نعمل بأيادي مبرمجين محترفين جداً يعني.
دخلنا بالابليكيشن عكا وحيفا والناصر ويا فتحت مسمى فلسطين. هي فكرة فلسطينية فريدة من نوعها، أنتجت بأيدي فلسطينية، شباب يريدون أن يوصلوا رسالة للعالم أن الفلسطينيين قادرين على المنافسة في السوق العالمي. من مدينة رام الله، فرح زحالقة، تلفزيون وطن. وقبل أن نختم هذه الحلقة، عود إلى العناوين. دوائر الاحتلال تعترف بأن الهجمة الأخيرة أخفقت في تحقيق أهدافها الاستخباراتية. 7 شهداء و500 معتقل، والعدد قابل للزيادة في كل لحظة. المعتقلون الإداريون يعلقون إضرابهم بعد 63 يوماً. التحقيقات الفلسطينية والدولية تكذب الرواية الاحتلالية بخصوص استشهاد الشابين نوارة وأبو ظاهر. اتحاد الصحفيين العرب يختتم مؤتمره في رام الله مطالبا بوضع حد لانتهاكات الأجهزة الأمنية ضد الصحفيين. التطبيق المجاني للهواتف الذكية تتويج للإبداع الشبابي الفلسطيني. إلى اللقاء، دمتم بخير.